عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم دونك في الكوتشينغ هذا سبيسيال جيستيون دو لا كولير. الغش الحقيقة سي ان غران غران بروبليم بالنسبة لالاف العباد، واللي سوفون معناها تلقاهم يتصرفوا بطريقة معينة بعد يندموا على خاطر يحس روحو اللي هو الغش غلبو وما عرفش كيفاش يشد روحو. لهنا ديجا حتى كلمة نشد روحي سا بيرمي دو كومبخوندر كونو فما انتي وفما حاجة اخرى اللي هي قاعدة تخدم في داخلك كيما نقولو، اللي انتي ساعات ما تجمش تسيطر عليها. دونك الحقيقة انا قعدت نخمم خاطر تلمو فما معلومات على الغش والستريس والخوف اللي هما مربوطين ببعضهم. راهو توا هو الكوتشينغ سبيسيال جيستيون دو لا كولير، مي في الحقيقة باش نحاول نعطيكم بسطة هكا ونحل بيبان صغار باش الانسان يفهم شنو هو ستريس وشنو هو الخوف وشنو هو الغش، اللي الكلهم بيان سور دي ايموشن نيجاتيف. الناس كل تعرف شي هذايا، اللي هما ياثروا على صحتنا الجسديه والنفسيه وياثروا على الكومبورتمون تاعنا او كوتيديان، ونجمو نخسروا معناها اولادنا ولا زملائنا في الخدمه، ولا تولي مشاكل مع راجلك ولا مع مرتك جوستمون على خاطرك تجمش تتحكم في الغش هذايا. دوك انا اليوم معناها في البودكاست الاولاني باش نقول لك مرحبا بيك، وها باش نحلوا برشا بيبان مع بعضنا، وكل باب انا نحلو انت تنجم بعد او كور دو لا جورني تمشي تعمل دي بوتيت ريشيرش. خاطر كيما ديما نقول في لي فورماسيون، راهو الفايده مش في المعلومه اللي تاخذها، خاطر المعلومات متوفره اليوم غراتويتمون في الانترنت في الانستغرام، المعلومات الكل متوفره انا حسب رايي. وهذا كزادة في حد ذاته مشكل، خاطر بوكو دانفورماسيون ولا ترو دانفورماسيون تو لانفورماسيون. الفايده مش في الانفورماسيون الموجوده بطريقه سطحيه، الفايده انت اسكو تو اي كابابل دو لا تريتي اي دو لانتيغري، تدخلها في مخك، تدخلها في لي الجوريتم نتاعك، تدخلها في الخلطه نتاع الشكشوكه اللي تطيب فيها كل يوم. فهمت؟ حسب روحك انت في الكوجينه وطيب في حاجه معينه، وما تستعملش التابل مثلا، واحد يحكي لك على منافع التابل وانت تلقاك تعرف منافع التابل وكل شيء، اما عمرك ما جاي لبالك وما نجمت تاخذ القرار نتاع تمشي تشري التابل وتزيدو في الماكله. فهمت؟ دونك هذه هي لا كلي بور لو فري شانجمون، لا كلي بور كو لو شانجمون سوا ريال ريال، سيتادير كو لانفورماسيون تانتيغريها في مخك في لي كومبورتمون تاعك كل يوم، معناها تطبقها. وبالطبيعه من الاول صعيب بالطبيعه، وذاك علاش احنا توا مع بعضنا بوندون اون ديزين دو جور، اما نعملو دي بوان من بعد تنجم ترجع لي بعد جمعتين وبعد شهر نعملو ان بوان مع بعضنا. وتوا كل يوم كل يوم تركز معايا في الكلمتين اللي تسمعهم الصباح، تحاول في وسط النهار تنقص ولا تنحي جملة الوقت متاع الانستغرام والتيك توك والحاجات اللي انت تضيع بيهم في الوقت، وتحاول تركز الرشيرش متاعك في تحل الانترنت، تركز الرشيرش متاعك في المواضيع اللي باش نحكيو فيهم. خاطر قد ما انت تتعلم وحدك بطريقة اوتونوم وفولونتير، معناها مثلا انا نحكي لك على لابيوشيمي دو لا كولير والليزورمون، تدخل انت بعد الجوجل وحدك اليوتيوب وحدك وتكتب كولير تيغي اورمون، صدقني المعلومات اللي تعلمها وقتها تصلح لك وتجم تنتجريها كيما قلت لك كيما التابل، تدخلها في الماكله نتاعك دوك تنجم تبدل لك حياتك. فهمت؟ علاش؟ خاطرك انت دخلت الانترنت تلوج، مش جوست تسمع فيا انا ولا في غيري نحكيو. ولازمك اليوم تمشي تشري كارني صغير، مش لازم حاجه كبيره، راه يلزم كارني صغير ومعاه ستيلو صغير ولا قلم صغير. قولي علاش باش تنجم تحطو يا ما في جيب الفيست ولا في جيب الساك، معناها قد ما صغير قد ما بخاتيك خير باش تنجم تحطو فوقك، تلقى حاجه صغيره تدخل في البورتفوي اوكي سي ميو. علاش؟ باش كي تبدا تسمع في البودكاست تو برون نوت، تكتب الكلمات اللي انت هكا ضربولك في مخك وباش تحاول تطبقهم. كي نعطيك اكزرسيس تعملو تكتب في الكارني نتاعك، الكارني نتاعك هذاك هو اللي باش يعاونك بالحق تتخلص من الغش. وراهو سي بوسيبل، سي بوسيبل على خاطر
وانا عمري ما كنت نسمح لروحي باش نعمل الفورماسيون ولا كوتشينج في الغش اذا ما كنتش انا في حد ذاتي انسانه كنت مغششه برشا ومعصابه برشا. انت شفت انا كيفاش نضحك، خاطر الحمد لله يا ربي تعديت ستاد ذاك، خدمت على روحي برشا، تعبت برشا، تعلمت، طحت ووقفت وتلقاني نفهم المعلومات ونبدا نطبق ونفشل، من بعد نرجع مثالش نعاود نحاول نطبق في كل شيء، كل شيء، في علاقتي بولادي، في علاقتي براجلي، في علاقتي بزملائي في الخدمة، في علاقتي بامي وبابا، في علاقتي بالليزاجون تاع البلدية كي تمشي تطلع ورقة، في علاقتي بالعباد كي نهبط نقضي قضية نمشي نسوق مثلا، ما عادش نتغشش. التطبيق راهو هو اللي يخليك بشوية بشوية تتعلم، وما تزربش، ما تقولش ها سي نتو في ظرف 10 ايام سي باش نولي معناها دمي بارد لا، انت تو في 10 ايام هذوما اذا نوصلوا كل بودكاست تفهم الموضوع وتطبق تعمل الاكزرسيس حتى شوي حتى شوي، مش لازم الكل، وتخصص شويه وقت شويه وقت العشيه، تمد الكارني نتاعك وحدك وتدخل هكا الانترنت وتعمل ريشيرش صغيره درجين من زمان، نوصلوا في ظرف 10 ايام كونك حصلت كونتيتي متاع معلومات، معناها كيما نقولوا انواع متاع تابل ومتاع فحات، وبديت بشوي بشوي تجربهم في التطيب متاعك كل يوم، دونك تولي كنت طيب مثلا، كنت طيب في كسكسي ماس طلاصت ما فيش حتى هكو الكسكسي اللي طيبه ولا الشكشوكة اللي طيبها باش تتبدل كومبليتمون راه اذا تنتجري فيها لي زانغريديون هذوما. وعلاش انا خذيت الميتافور متاع التطيب، خاطر سيتاناخ سيتاناخ، فهمت؟ خاطر توا المعلومات اللي باش تاخذهم، فما ناس باش تستعمل معلومات نتاع لا بيوشيمي دو لا كوليغ مثلا وتهمها ياسر، تمشي تلوج الكورتيزول شنو كومون سا مارش والمشاكل اللي في المعده والدوزيام سيرفو هذا في المصارن كومون سا فونكسيون، وتدخل المعلومه هذه بقوه في حياتها وتبدل حياتها. ممكن خاطر هما بالذات عندهم مشاكل مثلا في المصارن في المعده اكوز دو لا كوليغ، ناس اخرين لا باش يركزوا اكثر في موضوع لي بروغرام لا ميموار ترانس جينيراسيونيل كي في كو اون سو كوندوي دون سيرتين مانيير ايتترا. كل حد باش ياخذ حسب الخلطه نتاع حياته، كيما في الكوجينه، كيما الكوجينه سي تانار. زاد ان شاء الله بقدره ربي نوصلوا في اخر الكوتشينغ هذايا نكونوا او موا بدلنا الروسيت، ومن بعد تولي اوتونوم، انت تولي قادر باش كل مره تلوج لي زانغريديون اللي يفيدوك في حياتك، حب يقول المعلومات، وتولي تو ابري لابيتود باش تو اوبسيرف حياتك، فهمت؟ كيف يغشوك، كيف عارفك في الخدمه يكلمك بطريقه معينه وتحس روحك تغششت، ما عادش تتغشش صبحيه كامله مثلا، تولي تتغشش درج درجين وتقف تخمم بينك وبين روحك وتفهم شنو اللي صار، منين جاي الغش هذا، علاش انا جي رياجي كوم سا، كيس كي سي باسي دون مون كور، اي اسكو جو فو كونتينوي كوم سا، كيس كو جو بو فير دون ليميديا، شنو هي لاكسيون اللي نعملها. فما فرق بين واحد يشعل سيجارو وواحد يمشي يشرب قهوه خاطرو متغشش، وما بين واحد يمشي يغسل يديه وجهه بالماء البارد، ما بين واحد يعمل هكا ايتيرمون، فما دي جيست معينين تعملهم باش تخلي الطاقة ترجع تدور في بدنك وترخف اكل اكل ليكسي دو يونغ يقولولو، تو هذا الكل تو نحكيو عليه بشوي بشوي، معناها تولي عندك لا بواتا اوتي كيما بالضبط في الكوجينة، عندك برشا فحات تعرف شنو تمد بالضبط شنو تحط بالضبط باش تبدل الروسيت متاعك وتبدل البلا متاعك. فوالا دونك نقول لكم مرحبا بكم، توا تمشي تشري الكارني ومن اليوم تبدا تسمع كل بودكاست وتفهم، تحاول تفهم الموضوع، تحاول تعمل الاكزرسيس وتقدم بشوي بشوي، وترجع لي وقت اللي تحب العشيه كو سوسوا، معناها دو فاسون انديفيديوال كان هكا امور خاصه ياسر وما تحبش تحكي قدام الجروب، والا اللي هو خير حسب رايي خير تحكي في وسط الجروب، تخلي ميساج فوكال ولا تكست، تحكي على روحك شنو اللي سبب لك الغش في حياتك، شنو تحس، شنو
ملي احكي على روحك، خاطر راهو قد ما انت تفضفض وتخرجك اللي مقلقك قد ما انت باش ترتاح اولا، وثانيا لا ديناميك دو جروب سا بيرمي ديفولوي تري رابيدمون، خاطر باش تلقى اللي فما ناس تشبه لك وفما ناس باش تعطيك رايها، خير ملي انا تسالني وحدي ونجاوبك وحدي. راهو لا ديناميك دو جروب الي اكستريمون انتريسون، دونك ما تحشمش اون فيت، تقولش لا والله يمدي امور خاصه، راهو بكلنا اون ايتي مش ان جور ولوتر دوران دي زاني بروبابلمون راهو فيكتيم دو سو فيروس دو لا كولير، باسكو سي فريمون ان فيروس. ولا تغضب لا تغضب لا تغضب، تعرف هذه هي اللي تعرفوا الحديث هذا الناس كل تعرفوا ثلاثه مرات، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، اذا اللي فهم علاش وتنفهموا بشوي بشوي علاش. بون جورني.